الوصفة بتاعتنا دلوقتي هي طرط عصملية الفراخ دجاج. طرط عصملية الدجاج عشان نعمله عايزين نص كيلو كنافة، 100 جرام زبدة، 4 صدور دجاج مكعبات صغيرة، ملح وفلفل، بابريكا، ربع كوباية ريحان أخضر، 2 كوب كريمة، 1 كوب مشروم، جبنة موتزاريلا، ومعلقة صغيرة من الزبدة. دلوقتي هناخد معلقة صغيرة من الزبدة وهنحطها على النار مع نقطة زيت. لازم بدل فيه زبدة نحط معاها نقطة زيت. هناخد الفراخ بتاعتنا وهنحطها على النار. احنا سايبين الشوربة على النار على فكرة علشان ايه شوية كده تستوي بس الشعرية اللي فيها. عندنا بقى هنا الكنافة بتاعتنا. الكنافة بتاعتنا عشان نعملها عايزين نسيح الزبدة، يعني طبعا هو القالب مش هياخد ابدا نص كيلو، قالب الطرط يعني يدوب ياخد له ربع كيلو بس. وهنقلب الفراخ لغاية ما تبتدي تستوي. عندنا بقى هنا شوية ملح، شوية فلفل، على ما الفراخ تستوي تعالوا نعمل مع بعض الكنافة بتاعتنا. هناخد دلوقتي بولة وهناخد فيها كمية الكنافة اللي هنستعملها دي كتير قوي. انا كاتبة نص كيلو بس هي يعني يمكن ربع كيلو بس كفاية. هناخد بقى دلوقتي الزبدة بتاعتنا اللي هنفرك بيها الكنافة. ادي الزبدة هنحطها على الكنافة بتاعتنا وهنفرك الكنافة ونجيب القالب. ادي القالب بتاعنا اهو، ونفرك الكنافة كويس بالزبدة اللي عندنا. يعني عايزين كده نحس ان كل قطع الكنافة الزبدة جت عليها كده. تمام، ناخد بقى الطرط بتاعنا ونبتدي نوزع الكنافة كده على الطرط ونبطن بيها الطرط كله، الجناب والقاع. تمام كده كده، ونبتدي بقى نضغط على الجناب لغاية ما نبطن الجناب كلها بقاع والقاع بالكنافة. شايفين كده اهي، نضغط من تحت وايدينا فوق هنا علشان نعمل كده. شايفين كده، علشان تبقى الحتة دي مستوية. تمام، هنعمل كده في كل القالب بتاعنا. وهناخد الكنافة بتاعتنا ندخلها النار الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما تحمر معانا. وطبعا بعد ما تحمر ونطلعها هنخليها زي ما هي، طبعا مش هنحط لها اي حاجة لان طبعا دي كنافة مالحة فمش هنحط لها اي حاجة. المهم هنعمل كده في الكنافة بتاعتنا كلها وزي ما اتفقنا على الفرن لغاية ما تحمر ويبقى ده شكلها معانا. خلينا نبص بصة كده على الفراخ بتاعتنا. هنحط دلوقتي المشروم. حطينا شوية ملح وحطينا شوية فلفل، ناقص نحط شوية بابريكا. تمام، عندنا قد ايه احنا كريمة؟ عندنا 2 كوب كريمة بس، دول انا حساهم اكتر، مش لازم نحط 2، ممكن ما نحتاجش غير بس 1 أو 1.5. هنحط شوية كريمة كده وهسيبه على النار. خلاص هي كده تمام، هسيبها على النار لغاية ما الكريمة تقل خالص، وبس تقل الكريمة هطفي النار
لسه احنا عايزين الكريمه تقل. بس تقل الكريمه هطفي النار وهحط الريحان الفريش المقطع، وبعدين هناخد الكلام ده كله نحطه في التارت ونحطه على وش الجبنه وندخله الفرن لغايه ما الجبنه تسيح. خلاص اتخفرت كده، هاخدها بقى احطها هنا على الكنافه بتاعتنا. هكذا ناخد بقى الريحان اللي عندنا اهو ونحطه كده عليها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخد الجبنة اللي عندنا واحطها على الوش بهذا الشكل، وادخل الكلام ده كله على الفرن لغاية ما الجبنة اللي عندنا تسيح. وكده يبقى طرت عثمانية الدجاج الشهي جدا 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 جاهز للأكل والاستطعام اللذيذ. يلا Mmm.